الحقيقة احنا سعداء جدا بهذه الحفلة وفخورين ان في فرقة جميلة زي دي من مصر بتيجي وبتحضر وتشارك، ويعني بترجعنا للأيام الجميلة والفن الراقي. واحنا حقيقة فخورين ان احنا عندنا يعني فرقة كلها سيدات زي ما انت شفتي يعني. ويمكن كان تأثير الفرقة على الناس ان في اول اغنية يعني سمعنا الناس بتبكي من كتر الحنين. أغنية مصر تتحدث عن نفسها، ويعني الحقيقة مشاعر فياضة، وهم الحقيقة أدوا أداء جميل جدا وراقي جدا. الجالية المصرية بلندن كتير كبيرة، وأكيد هيك حفلات مهمة وبتجمعهم. رح يكون في إشياء رح تساهم فيها السفارة والقنصلية المصرية بلندن لأحقيق حفلات جديدة؟ والله الحقيقة أن النشاط الثقافي في لندن يعني دائما متصل، وفي حفلات كثيرة وفي نشاط ثقافي كبير. والحقيقة مصر دائما تقول لكم عارفين بتقوم بالدور ده، دور الثقافي والدور أنها بتجمع الوطن العربي. النهاردة كان عندنا سفراء كثيرين شرفونا من دول عربية كثيرة، وحسينا ان احنا كلنا واحد. يعني لمتنا ام كلثوم كلنا واحد، وكلنا يعني بنحب هذه البلد وبنحب وطننا، وربنا يعني دايما يقضينا اوقات حلوه ان شاء الله. وشو بنقول لهم لكل المصريين اللي بمصر، شو بنتمنى لهم اليوم بهيك حفله؟ والله المصريين بنقول لهم ان اخواتكم في الخارج فاكرينكم على طول، واقل شيء ان هم لما بيسمعوا اسم مصر بيتهزوا وبيحسوا للحنين لبلدهم، ودي شعور يعني دائما ابدا مصر كانت كده، وان شاء الله هتظل دائما ابدا. ميرسي كتير، ونحن اكيد فخورين بوجودك معنا اليوم، واكيد الصبايا كانوا كتير فرحانين لوجودك ولدعمكم كلكم من السفاره المصريه اكيد. شكرا جزيلا. Thank you.